أعزائي المشاهدين من نهاية أمهرة الإعلامية إليكم نشرة الأخبار، كونوا معنا. افتتح الرئيس إقليم أمهرة الدكتور إليك الكفالي مصنع يونسون لزيت الطعام الذي تم بناؤه بتكلفة 1.5 مليار بر في مدينة بهردار. بدأ مصنع زيت الطعام الإنتاج رسميا بعد افتتاحه، وحضر حفل الافتتاح عدد من كبار المسؤولين الحكوميين الإقليميين وسكان مدينة بهردار، حيث تم تنفيذ أعمال البناء للمصنع بالكامل من قبل خبراء إثيوبيين. ويقال إن المصنع لديه القدرة على إنتاج أكثر من 30,000 لتر من زيت الطعام يوميا. ويشار إلى أن مصنع زيت الطعام يستخدم فول الصويا والصوف والسمسم والمكسرات والبذور الزيتية كمداخلات. عاد وفد من قوات الدفاع الوطني الإثيوبيا إلى بلاده بعد اختتام مناقشة حول الخطة التفصيلية لتنفيذ اتفاقية بريتوريا للسلام وتوقيع الاتفاقية في العاصمة الكينية نيروبي. وكان في استقبال الوفد في مطار بولي الدولي يوم الأحد عدد من كبار المسؤولين الحكوميين. وقال رئيس هيئة الأركان لقوات الدفاع الوطنية برهان جولا: لقد كنا نسعى جاهدين من أجل السلام في الماضي، ومحادثات السلام هي فرصة هائلة لتحقيق ذلك. وأضاف: ناقشنا تنفيذ اتفاق السلام الذي تم التواصل إليه في نيروبي وبريتوريا. أكد المشير أن الحكومة الإثيوبية تعمل كل ما في وسعها لتنفيذ اتفاقية السلام كما هو مخطط لها من أجل السلام والشعب الإثيوبي المحب للسلام. جدير بالذكر أن الحكومة الإثيوبية ممثلة في رئيس هيئة أركان قوات الدفاع الوطني الإثيوبي المشير برهان جولا والجنرال تادسي قائد مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وقع يوم السبت على الخطة التنفيذية لاتفاق بريتوريا للسلام الذي وقعته الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في 2 نوفمبر الجاري. تعمل حكومة إثيوبيا على ضمان تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة في جنوب إفريقيا وفقاً للشروط المتفقة عليها وبناء على ذلك. تبذل الجهد لتقديم المساعدات الإنسانية إلى معظم منطقة تيغراي التي تخضع لقيادة قوات الدفاع الوطني الإثيوبي. وأضاف مكتب الاتصال الحكومي أنه سيتم استعادة الخدمات الأساسية وخلق بيئة مواتية لإصلاح الضرر التي لحقت بالبنية التحتية للخدمات الأساسية بسبب مقاتلين متمردين. جنباً إلى جنب هذه الجهود، ناقش قادة القوات الدفاع الوطني والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الخطط التفصيلية لنزع سلاح مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وتوجهت المناقشات بالاتفاق على خطط نزع السلاح ودخول قوة الدفاع الوطنية الإثيوبية إلى مكاله وفقا لما ورد في اتفاق السلام. وتحث الحكومة جميع الأطراف المشاركة في تنفيذ الخطة على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية حسب ما ذكر خدمة الاتصال الحكومي. في مقابلة مع هيئة أمهرة الإعلامية، أشاد السفير الإيراني في إثيوبيا باتفاقية السلام التي تم توقيعها بين الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. مزيد من التفاصيل في التقرير الذي عدته إكرام أول. بعد مرور حوالي عامين من انفجار الصراع بين الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، تمت اتفاقية بريتوريا للسلام بين الطرفين في 2 نوفمبر عام 2022. اتفاقية بريتوريا للسلام تنص على نزع الأسلحة وإسكات البنادق. وبمناسبة اتفاقية السلام، أشاد العديد من الرؤساء عن سعادتهم وعبروا عن تقديرهم لاستراتيجية إيجاد حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية. قال السفير الإيراني لدى إثيوبيا أن اتفاقية بريتوريا للسلام لها دور إيجابي في تعزيز السلام والاستقرار في القرن الأفريقي. أولا أستفيد الفرصة أن أرحب بهذا الاتفاقية السلام، وكذلك أبارك الشعب الإثيوبي والحكومة الإثيوبية بأكملها وأجملها وأجمعها بمناسبة الحصول على هذا الاتفاق، والذي هو اتفاق مهم جدا، لأن السلام هو أساس للتنمية وأساس للتطور لهذا البلد، ونحن كسفارة إيران الإسلامية في إثيوبيا. وقال أيضا أن نجاح هذه الاتفاقية دليل على حكمة الحكومة الإثيوبية وقدرتها على حل مشاكلها الخاصة دون أي تدخل. وهذه السلام طبعا هي علامة، في الحقيقة علامة للحكمة الشعب الإثيوبي للحصول على التوافق ولإدارة مشاكلهم الداخلية. والمهم شيء مهم آخر في هذا الاتفاق هو بأن هذا الاتفاق حصل تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وهذا مهم جدا. هذا يدل على اهتمام الأفريقيين بحل مشاكلهم دون مداخلة الأجانب أو غير أفريقيين. ونحن كإيران كذلك من أساس سياستنا الخارجية لدعم الأصل الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، وهذا السلام اتفاق يعني نموذج كامل
هذه المسألة. وأضاف أيضا أن الشعب الإثيوبي كان بأمس الحاجة إلى اتفاقية السلام، وأن دور الاتحاد الأفريقي لأسكات أصوات البنادق التي دامت حوالي عامين يعد نجاحا باهرا. ونرجو أن يكون هناك مجال لتطبيق هذا الاتفاق التي هي مهم جدا. وأعيد يعني وأبارك مرة أخرى الشعب الإثيوبي للحصول بهذا الاتفاق المهم والأساسي. الشعب الإثيوبي يعني يستحق هذا السلام بعد عامين من الحرب والدمار والخراب، يستحق هذا السلام. ونرجو نجاح أكثر وأكبر للإثيوبيين بأكملهم والشعب الإثيوبي والحكومة الإثيوبية. قال المستشار الأول للسفارة موريتانيا في إثيوبيا أن هناك تشابه كبير في الثقافات الموريتانية والإثيوبية وبين الشعوب هذين البلدين وخلقهما. مزيد من التفاصيل في التقرير الذي عده أحمد منصور. العلاقات الأثيوبية والموريتانية هي العلاقات التي تجمع بين أثيوبيا وموريتانيا وشعوبهما، وتعمر التقاليد والعادات المحلية بين البلدين لكي يدعم بعضهما الآخر في جميع المجالات اقتصاديا واجتماعيا. وأن هناك تشابه كبير في الثقافات الموريتانية والأثيوبية، حيث تم تعزيزها من خلال تماسك العلاقات بين الشعبين. قال المستشار الأول لسفارة موريتانيا في أثيوبيا أن عيد الاستقلال الموريتاني يمثل يوم التخلص من الاستعمار، وأن الموريتانيون يحتفلون بهذا العيد كل عام ويتذكرون فيه التضحيات التي قدمها أجدادهم لاستقلال بلادهم. عيد الاستقلال الموريتاني يمثل يوم التخلص من الاستعمار، والموريتانيون يستذكرون هذا العيد كل سنة على غرار باقي الشعوب الأخرى ليتذكرون التضحيات التي قدمها آباؤنا وأجدادنا من أجل التخلص من الاستعمار، ولنشيد بالشهداء الذين قدموا أرواحهم رخيصة من أجل استقلال بلادهم. وأضاف أيضا أن هناك تشابه كبير في الثقافات الموريتانية والأثيوبية وبين شعوب هذين البلدين وخلقهم. فعلا هناك تشابه كبير بين الثقافتين الإثيوبية والموريتانية وبين الشعبين الإثيوبي والموريتاني حتى على مستوى الخلقي وكذلك الخلقي. أيضا هناك تشابه كثير بين الشعبين، يمكن أن يكون هذا التشابه راجع للهجرات التي تقع في إفريقيا والتي جعلت مختلف الشعوب الإفريقية بينها تشابه كثير وبينها مصاهرات وبينها هجرات متلاحقة. إذن هناك تشابه في الثقافة وهناك تشابه في الخلق والخلق بين الشعبين الموريتاني والإثيوبي في كثير من الأحيان. ونحن ننتهز هذه الفرصة لنحيي الشعب الإثيوبي على الجهود الكبيرة التي يبذلها مع حكومته من أجل تنمية إثيوبيا والنهوض بها، وأن تكون قاطرة أيضا لمختلف البلدان لإفريقيا الأخرى. إلى هنا نكون وصلنا لنهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم. كانت معكم نزريت كندش، إلى اللقاء. We'll be right back.